فيكم اصدقائي حلقه جديده عم نطل فيها عليكم انا وريمبو لنخبركم شو مخبي لكم ريمبو معلومات. بدي اذكركم اصدقائي تكتبوا اتصالاتكم وتشاركوني كل اجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصه اكبر تدخلوا معنا السحب وتكونوا من بين الرابحين. ورح اذكركم كمان انه نحن اجلنا السحب من الخميس الماضي لهذا الخميس ليكون عندكم فرصه اكبر للمشاركه وتربحوا معنا تليفون هواوي نوفا 3 اي مقدم من تلفزيون الفجيره. رح نشوف ريمبو شو مخبي لليوم ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وخلوهم بيقول هو أول مسجد بني في الإسلام في المدينة النبوية، يعد أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي، بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجده فيما بعد عثمان بن عفان وجدده فيما بعد عثمان بن عفان ثم عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك، وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه. ما هو أول مسجد بني في الإسلام من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول هو أول مسجد بني في الإسلام في المدينة النبوية يعد أكبر مساجد المدينة بعد المسجد النبوي بناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجدده فيما بعد عثمان بن عفان ثم عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه. ما هو أول مسجد في الإسلام من قبل النبي بني من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ احنا ناخذ اول اتصال ونقول الو. الو، اهلا اهلا، كيفك حليمه؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله انا تمام. كيف كان الويكند؟ الحمد لله. انبسطتي ولا مو كثير؟ انبسط. اوكي طيب، عرفتي الجواب؟ ايه. شو؟ مسجد قباء. اكيد اكيد. مساعده ولا ماما؟ اوكي الله يخليها يا رب. فاطمه رح تشارك؟ ايه. يلا تمام. الو، اهلا اهلا فاطمه، خبريني شو جوابك؟ مسجد قباء. طيب انت كيف كان الويكند معك؟ حلو كمان؟ وايد حلو. وايد حلو الحمد لله. شكرا لكم حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. شاركونا حليمه وفاطمه كانت اجاباتهم مسجد قباء، يا ترى الصح او خطا؟ ما بنعرف، لازم نستنى شويه وقت لنوصل لنهايه الوقت ويخبرنا ريمبو الجواب الصحيح. اتصال جديد بنقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ احمد فيصل. احمد من الشله ولا لا؟ احمد فيصل. اول مره بتشاركنا احمد؟ وايد وايد. اوكي اهلا وسهلا فيك، تذكرني منين عم تحكينا؟ بديره. اهلا وسهلا فيك يا صديقي، خبرني قدرت تعرف الجواب ولا لا؟ مسجد فضاء. كأنه في حدا عم يساعدك. مين عم يساعدك؟ قباء. مين عم يساعدك طيب؟ ماما. ماما الله يخليها، وشكرا لك احمد، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي. لحد هلا حليمه فاطمه واحمد شاركونا. معنا اتصال جديد ونقول الو. الو. ساره ولا امنه؟ امنه اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا تمام الحمد لله. خبريني امنه، قدرتي تعرفي الجواب؟ ايه. شو؟ مسجد قباء. اكيد اكيد. مين راح يشارك؟ هنية. اوكي. الو الو، اهلا اهلا، كيفك هنية؟ الحمد لله، انت كيفك؟ انا تمام، كيف كان الويكند معك؟ الحمد لله حلو. حلو، مضيتيها بالبيت ولا طلعتي؟ لا طلعت. اوكي منيح. خبريني هنية، عرفتي الجواب؟ ايه. شو؟ مسجد قباء. واكيد اكيد. يا سلام، أكيد. مليون شكرا. مين كمان؟ الو. موزه صح؟ ايه. اهلا موزه، كيفك؟ منيحه؟ الشد. شكرا لك موزه. ألو. موزه كثير متحمسه اليوم. عديبه. الو، اهلين. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني عديبه، اول شيء انت نقلتي هون الجواب ولا هني الحال نعرفه؟ لا انا قلت. اوكي شو جوابك؟ دايرتنا هالمسجد، دايرتنا مدينة العمره. اه والله لازم نروح المزارات. حلو كثير. طيب شو الجواب؟ مسجد قباء. شكرا لك عديبة. هذا سيف. اوكي. الو سيف، كيفك؟ زين الحمد لله. كانه هلا فايق؟ ها هلا صاحي؟ لا.
اوكي طيب خبرني بكل حماس شو جوابك. مسجد قباء. مسجد قباء. شكرا لك صديقي. مين لسه؟ اوكي سعيد. الو سعيد كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. مين متحمس اكثر انت ولا سيف؟ سيف. سيف؟ يعني انت ما عندك حماس؟ ايوه. ايه رايح صوتك سلامتك. خبرني سعيد شو الجواب؟ مسجد قباء. شكرا لك يا سعيد. سارة اهلا وسهلا كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني سارة كيف كان الويكند؟ حلو. حلو؟ أيوه. أوكي طيب عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ مسجد قباء. أكيد أكيد. شكرا لك سارة. أحمد. أحمد كيفك أحمد؟ الحمد لله. الحمد لله. خبرني قدرت تعرف الجواب؟ شو؟ شكرا لك يا صديقي. شكله انا كثير بنحبك وانا كثير كثير بحبكم. شكله السيف وسعيد واحمد مرضانين. سلامت قلبكم وان شاء الله مع قلبكم شر. رح ناخذ اتصال. في اتصال. في اتصال. منقول الو. الو مرحبا. مين معي؟ روان. اهلا روان كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني اول شيء انت عرفتي جواب ولا حدا ساعدك؟ أمي ساعدتني. الله يحفظها. قولي لي روان شو قالت لك الماما؟ مسجد قباء. أكيد أكيد. شكرا لك روان. أنت كنت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال. بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت. سؤالنا يا أصدقائي كان بيقول ما هو أول مسجد بني في الإسلام من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أكيد صح مسجد قباء. ألف مبروك لكل مشاركاتكم كل إجاباتكم كانت صحيحة. رح نعرف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو يا أصدقائي وقف عند اللون الأزرق وهاللون بيقول مادة تستخرج من التكوينات الجيولوجية في جوف الأرض من الخامات الطبيعية والتي قد تتجمع فيها عبر عملية تحول بطيئة يعرف بأنه مزيج معقد من الهيدروكربونات وتعد مصدرا هاما من مصادر الطاقة الأولية يطلق عليها اسم الذهب الأسود. ما هي المادة الطبيعية التي يطلق عليها اسم الذهب الأسود؟ رح كرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول مادة تستخرج من التكوينات الجيولوجية في جوف الأرض من الخامات الطبيعية والتي قد تتجمع فيها عبر عملية تحول بطيئة يعرف بأنه مزيج معقد من الهيدروكربونات وتعد مصدرا هاما من مصادر الطاقة الأولية يطلق عليها اسم الذهب الأسود. ما هي المادة الطبيعية التي يطلق عليها اسم الذهب الأسود؟ فكروا كتير منيح أصدقائي. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. أهلا حليمة. خبريني عرفتي الجواب؟ شو؟ النفط. طيب انت متذكرتي من المدرسة ولا حدا ساعدك؟ من المدرسة وحدا ساعدني. اوكي طيب في حدا رح يشارك؟ ايه. يلا تمام. الو. اهلا فاطمة خبريني عرفتي جواب؟ النفط. اكيد مليون. أكيد. مليون شكرا لكم. انا بتذكره من المدرسه لانه اول ما سمعت المعلومه بالمدرسه انه الذهب الاسود كثير استغربتها وصرت هيك اتخيل انه النفط واسود وقديش فعلا مهم هذا المصدر من مصادر الطاقه لهيك ضلت المعلومه ببالي وما نسيتها ابدا. كاني عم اشكر الجواب. اوكي حليمه وفاطمه شاركونا وقالوا ان جواب النفط. أنا ما بعرف وريمبو كمان ما بيعرف. لازم نستنى لنهاية الوقت لنشوف ريمبو شو بيقول إذا صح النفط أو لا وإذا صح معلومتي أو لا. فكروا كتير منيح أصدقائي لسه معنا شوية وقت بتقدروا من خلاله تشاركونا. عنا أحمد والشلة وروان وأكيد باقي الأصدقاء اللي لسه ما سمعنا صوتهم اليوم رناد ريتاج حمزة فرح ولينا مين كمان كل الأصدقاء. أنا وريمبو عم نستناكم اتصال جديد ونقول ألو. 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 أهلا أهلا. آمنة صح؟ صح. خبريني شو الجواب؟ النفط. حدا ساعدك؟ أنا ساعدتك شي؟ أنا أول شيء كنت واخذت قنوة من المدرسة. أوكي صف سادس. خليت في المدرسة. تمام. وعذيبة ساعدتني. عذيبة ساعدتك. طيب رح أسمع الجواب من حدا كمان؟ صحيح. يلا تمام.
الو الو. هلا هنية. سارة هنية. هنية هنية خبريني شو الجواب؟ النصف. متأكدة؟ متأكدة مليون أكيد. متذكرتي من المدرسة ولا لا؟ لا. أوكي شكرا لك هنية. مين لسه من الأصدقاء رح يشارك من الشلة؟ ألو. عذيبة. أهلا أهلا وسهلا فيكي. أهلا. خبريني عذيبة مصدر المعلومات بالنسبة للشلة. خبريني. عدينا نتذكر مال قبل 15 سنة. بسم الله عليكي لسه شباب. خبريني عذيبة عرفتي الجواب؟ النفط. شكرا لك يا صديقتي. أي موزة. ألا أيوة موزة شو الجواب؟ النفط. عم تعلي صوتها مشان ما أسمع جوابها. مين معي؟ سيف. سيف خبرني بكل حماس أكثر من موزة بعد شو الجواب؟ شكرا لك سيف. مين كمان؟ سعيد. سعيد ولا أحمد؟ سعيد. سعيد خبرني قدرت تعرف الجواب؟ شو؟ شو سعيد؟ هلا. مين؟ سارة. أهلا وسهلا من جديد. أهلا. خبريني شو جوابك؟ النفط. وكمان عذيبة ولا أنت بتعرفي؟ عذيبة. شكرا لك سارة. أهلا. أهلا أحمد. يلا خبرني شو الجواب؟ النفط. شكرا لكم أصدقائي. بتوقع أنا بحبكم كتير كتير. بتوقع خلصوا الشلة قدرت أخذ كل إجاباتكم. فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. إذا ما كنتوا أنتوا عارفين المعلومة وطلبتوا من حدا يساعدكم لا تنسوها أبدا لأنه كتير سهلة وكتير حلوة. رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. مين معي؟ رناد سالم. أهلا وسهلا رناد كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني أخذتي هاي المعلومة من المدرسة ولا لا؟ أخذتها. يعني متأكدة من جوابك؟ إيه. شو الجواب؟ النفط. شكرا لك رناد. في حدا رح يشارك؟ رتاج. أوكي رتاج. ألو كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله. خبريني رناد ساعدتك ولا أنت قلتي لها؟ شو؟ أنا. أنت قلتي لها صح؟ أوكي رتاج خبريني شو الجواب؟ النفط. شكراً لكم يا صديقاتي إن شاء الله تكون هالإجابات صحيحة. معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو. روان. أيوة. أهلا وسهلا من جديد. خبريني روان عرفتي الجواب؟ أيوة. شو؟ النفط. تعرفي شو بيقولوا له؟ أوكي رح أخذ إجابتك روان ورح أذكرك شو بيقولوا له بنهاية الوقت. 3 2 1. انتهى الوقت يا أصدقائي. سؤالنا كان بيقول ما هي المادة الطبيعية التي يطلق عليها الذهب الأسود؟ أكيد جوابنا النفط. ألف مبروك مشاركينا ومشاهدينا أصدقائي على كل إجاباتكم كانت صحيحة. ريمبو لسه مخبي معلومات بس بعد الفيك. ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم. بدي أذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كتير 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 منيح وتكتفوا اتصالاتكم لتكونوا نجوم الأسبوع. ومن بين الرابحين رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية. قاد عدة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم. هزم جيش بيت المقدس في معركة حطين الشهيرة. من هو القائد العسكري الذي أسس الدولة الأيوبية؟ رح نأخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ مرحبتين صدف. أهلا وسهلا فيكي صدف كيفك اليوم؟ أهلا الحمد لله تمام. الحمد لله. خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ صلاح الدين الأيوبي. أكيد
أكيد. شكرا لك صدف، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة صديقتي. صدف كانت أول الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال، وقالت إنه الجواب صلاح الدين الأيوبي. إن شاء الله يكون صح. أنتم كمان أصدقائي فكروا كتير 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 منيح، وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني كل إجاباتكم. يا ترى مين غير صدف رح يعرف الجواب ويشاركنا؟ من هو القائد العسكري الذي أسس الدولة الأيوبية؟ مين لسه؟ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا أهلا حليمة، خبريني قدرتي تعرفي الجواب؟ هي شو؟ صلاح الدين الأيوبي. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ بدون. أوكي فاطمة رح تشارك؟ هي. أوكي ألو فاطمة، أهلا وسهلا من جديد، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ صلاح الدين الأيوبي. أكيد حرة القدس. أوكي صح، شكرا لك يا صديقتي، إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة. هو هزم جيش بيت المقدس في معركة حطين الشهيرة. شكرا لكم حليمة وفاطمة. مين لسه من الأصدقاء هيك ممكن يشاركونا؟ صدق حليمة وفاطمة شاركونا، شكله اليوم بس للبنات، البنات بس عم يشاركوا، البنات بس عم يعرفوا، أصلا دايما هيك. اتصال جديد ونقول ألو. ألو ألو. سارة. هي. اوكي اهلا وسهلا سارة، اول شيء خبريني انت معي انه البنات دائما بيعرفوا قبل الشباب قبل الاولاد؟ ايه. اوكي عرفتي الجواب؟ صلاح الدين. اكيد اكيد. طيب في حدا رح يشارك؟ موزة. يلا تمام. الا موزة اهلا وسهلا. الا نوال. نعم. شو موزة؟ خبريني شو جوابك؟ صلاح الدين. صح الدين. اوكي شكرا لك يا صديقتي. مين كمان؟ الو هنية عذيبة. هي عذيبة. هي. اوكي خبريني صديقتي شو الجواب؟ صلاح الدين. وانت كمان نقلتيهم هالمرة؟ لا. اوكي شكرا لك عذيبة. مين كمان؟ الو الو. كأنه سيف صح؟ صح. اهلا وسهلا سيف، خبرني شو جوابك؟ صلاح الدين الأيوبي. فيها. اوكي مين كمان؟ سعيد. هي. خبرني سعيد شو الجواب؟ صلاح الدين. اكيد صح. الو الو. احمد. هي. انا ما عم بقدر اسمعكم كثير ضجه عندكم، خبرني احمد شو الجواب؟ صلاح الدين. اوكي في حدا كمان؟ هي. الو مين؟ آمنة. آمنة أهلا وسهلا يا صديقتي، خبريني عرفتي الجواب؟ هي صلاح الدين الأيوبي. أكيد أكيد. شكرا لك آمنة. باقي حدا؟ هي مين باقي؟ سعيد. سعيد شارك. أوكي أوكي شكرا لكم يا أصدقائي، إن شاء الله تكون كل الإجابات صحيحة. شل اليوم كانوا متفقين على الجواب واحد، شل على الفكرة دائما بيكونوا متفقين على الجواب واحد، قالوا لأنه جواب صلاح الدين الأيوبي، يا ترى صح أو خطأ ما بنعرف. لازم نستنى نهاية الوقت، رح أذكركم أصدقائي أنه جائزتنا هذا الأسبوع مقدمة من تلفزيون الفجيرة، وهي هاتف هواوي نوفا 3i. فكروا كتير منيح، كتفوا اتصالاتكم، شاركوني إجاباتكم لحتى يكون عندكم فرصة أكبر تدخلوا معنا السحب. اتصال جديد ونقول ألو. الو مرحبا، مين معي؟ شادن. مين معي؟ شادن. شادن صح اسمك؟ انا سمعت صح شادن اسمك؟ اوكي اهلا وسهلا، خبرني منين عم تحكينا؟ المملكة العربية السعودية. يا أهلا وسهلا فيكم بكل أصدقائنا الموجودين بالسعودية. خبرني شادن قد عمرك؟ شادن قد عمرك؟ ما بتعرف؟ ما بتعرف قد عمرك؟ 6 سنوات. أوكي عرفت الجواب؟ شو جوابك؟ صلاح الدين الأيوبي. شكرا لك صديقي، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة وتقدر تكون نجم الأسبوع وتزورنا هون باستوديو الفجيرة وتكون معنا. للأسف أصدقائي بدأ العد التنازلي الخاص بهالسؤال وانتهى الوقت. سؤالنا بيقول
من هو القائد العسكري الذي أسس الدولة الأيوبية؟ ومن السؤال بنقدر نعرف أنه اسمه صلاح الدين الأيوبي. ألف مبروك لكل اللي شاركونا أصدقائي، إجاباتكم كانت صحيحة، وراح نشوف ريمبو شو مخبي ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول نوع من أنواع الهطول على شكل بلورات دقيقة للجليد، تحدث في الفصل البارد لكنها لا تحدث في كل دول العالم، وتزداد غزارتها وكثافتها كلما اتجهنا قريبا من القطبين الشمالي والجنوبي، وتتم هذه الظاهرة عند التقاء تيارات هوائية رطبة ودافئة مع تيارات باردة. ما هي الظاهرة التي تحدث عند التقاء تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة؟ يا ترى معنا اتصال؟ رح أرجع أكرر عليكم، هي المعلومة بتقول ما هي الظاهرة التي تحدث عند التقاء تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة؟ فكروا كتير منيح، رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. ألو. جديد كأنه صدف، صح؟ صح. أهلا وسهلا فيكي صدف، خبريني شو الجواب؟ ثلج. أكيد طبعا صح؟ صح. شكرا لك يا صديقتي. باي. صدف قالت لنا أنه الجواب باي، قالت لنا أنه الجواب الثلج، صح أو خطأ؟ ما بنعرف. شاركوني أصدقائي، خبروني شو اسم هاي الظاهرة، خبروني كمان إذا بتحبوا هيك الثلج والمطر ولا لا، بتحبوا الصيف. رح ناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو. أهلا حليمة، قولي لي شو جوابك؟ الثلج. طيب وانت من محبين الشتاء ولا الصيف؟ الصيف. عن جد؟ عن جد. اوكي فاطمه رح تشارك؟ هي. يلا تمام. الو. ايوه فاطمه خبريني شو جوابك؟ الثلج. اوكي وانت صوت شتاء ولا صيف؟ شتاء عشان اطلع وايد. انت بتطلعي بالشتاء؟ ايه. اوكي هلا بالاماكن اللي فيها كتير 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 ثلج ومطر بحبوا الصيف لانه بيطلعوا بالصيف، لانه بالشتاء ما بيقدروا يطلعوا. شكرا لكم، شكرا لكم صديقاتي حليمه وفاطمه، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. الثلج صح او خطا يا اصدقائي؟ فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، شاركوني اجاباتكم. يمكن نحن بنحب الثلج لانه بنشوفه هيك بفترات معينه، مثلا بالسنه بفصل الشتاء او لمده معينه من السنه، بس في اماكن اصدقائي ما بيحبوا الثلج لانه كل حياتهم ثلج اصلا، مثل القطب الشمالي او القطب الجنوبي، هم متعايشين تماما مع الثلج والجليد فحياتهم كثير صعبه. اتصال جديد وبنقول الو. الو الو. انا. صح. خبريني شو الجواب؟ الثلج. وانت صيف ولا شتاء بتحبي؟ الشتاء. اوكي شكرا لك انا. مين كمان؟ موزه. اوكي. الو موزة خبريني شو الجواب؟ الثلج. الثلج. ايوه ثلج. ثلج شكرا لك يا صديقتي. مين كمان؟ الو. عذيبة. حنية. اوكي حنية انا اسفة، خبريني شو الجواب؟ الثلج. شفتي الثلج شي مرة ولا لا؟ ايه وصلنا لجبل جيس. جبل جيس، اوكي، شكرا لك صديقتي، مين كمان؟ يعني ثلج خفيف. ايه ثلج خفيف مو كثير، شكرا لك يا صديقتي، مين كمان؟ الو الو. سارة؟ ايه؟ لا. سعيد. سعيد اهلا وسهلا، خبرني شو جوابك؟ الثلج. اكيد. اكيد. شكرا لك سعيد، مين كمان؟ حبيبة. الو الو. اهلا عذيبة، خبريني صديقتي شو جوابك؟ الثلج. واكيد صح؟ اكيد. شكرا لك عذيبة، مين كمان؟ يلا مين؟ انا. سعيد؟ سيف. سيف شارك. سعيد؟ سعيد شارك، انا ما شارك. اوكي سعيد اللي شارك، طيب شو جوابك؟ الثلج. اوكي شكرا لك، مين كمان؟ الو. مين؟ احمد. احمد خبرني يا صديقي شو الجواب؟ ثلج. اكيد. اكيد. شكرا لك احمد، مين كمان؟ ساره. اوكي. الو الو. اهلا اهلا ساره، قولي لي شو جوابك؟ الثلج. وانت بتحبي الثلج ولا الصيف؟
الثلج. اوكي شكرا لك ساره، شكرا لكل الشله، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء؟ اتصال جديد بنقول الو. الو مين معي؟ رناد سالم. اهلا وسهلا رناد، شو جوابك؟ ثلج. طب شفتي الثلج من قبل ولا لا؟ ايه؟ ايه. وين شفتي؟ كازاخستان. كازاخستان؟ ايه. يا سلام، شكرا لك رناد. ريتاج رح تشارك؟ الو. اهلا ريتاج، خبريني شو جوابك؟ ثلج. بتحبي الثلج ولا لا؟ احبه. شكرا لكم صديقاتي، ان شاء الله تكون اجاباتكم صحيحه. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ اذا عندكم هيك كمان مغامرات مع الثلج فكروا كثير منيح اصدقائي وكثفوا اتصالاتكم. مين لسه من الاصدقاء هيك ممكن يشاركونا؟ اتصال جديد وبنقول الو. الو روان. ايوه اهلا وسهلا، خبريني شو الجواب بسرعه بسرعه. الثلج. شكرا لك روان، انت كنتي اخر المشاركين معنا لهذا السؤال. انتهى الوقت، سؤالنا بيقول ما هي الظاهرة التي تحدث عند التقاء تيارات هوائية دافئة مع أخرى باردة؟ أكيد صح الثلج، ألف مبروك أصدقائي، لا تروحوا بعيد أبداً، ريمبو مخبي معلومة واحدة بعد البريك. رجعنا لكم أصدقائي لحتى نكمل تحدياتنا لليوم، رح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو أصدقائي وقف عند اللون الأزرق، وهاللون بيقول من سور القرآن الكريم المكية وتأخذ الترتيب 36 من المصحف الشريف، وسميت كذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. عدد آياتها 83 آية. تضمنت هذه السورة مواضيع أساسية كالبراهين والأدلة على وحدانية الله والإيمان بحقيقة البعث والنشور، كما تضمنت الإخبار بقصة أهل القرية. ما هي السورة التي يأتي ترتيبها 36؟ مين ممكن من الأصدقاء هيك يتصل فينا بسرعة يقول أنا أول واحد عرفت ويخبرنا شو الجواب؟ أول اتصال ومنقول ألو. ألو. أهلا صدف، خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ سورة ياسين. أكيد طبعا صح. صح. شكرا لك صدف، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة. يعني صدف صايرة تتحدى وتنافس حليمة وفاطمة والشلة، صايرة تتصل قبلهم وتخبرنا الجواب. ما بعرف إذا جواب صدف صح أو خطأ. أصدقائي فكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم، تقدروا أكيد إذا ما كنتوا كتير متأكدين تسألوا الموجودين معكم لحتى يأكدوا لكم هاي المعلومات. ما هي السورة التي يأتي ترتيبها 36؟ مين لسه اتصال جديد ومنقول ألو. الو. اهلا حليمه، خبريني شفتي صدف صايره تشارك قبلك؟ اعرف. اوكي خبريني شو الجواب؟ ياسين. اكيد بس بابا ساعدني. اوكي شكرا للبابا الله يخليه، وشكرا لك يا صديقتي. مين لسه فاطمه رح تشارك؟ ايه تمام. جود نايت. جود نايت. الو. اهلا فاطمه، خبريني شو جوابك؟ سورة ياسين. ومتأكدة صح؟ مليون أكيد. مليون شكرا لكم حليمة وفاطمة. باي. أنا وريمبو عم نستناكم أكيد نهار الثلاثة لتكونوا معنا وتشاركونا. اتصال جديد ومنقول ألو. 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 مرحبا مين معي؟ سابر. أهلا وسهلا فيك من جديد، خبرني عرفت الجواب؟ سورة ياسين. ياسين. طيب في حدا عم يساعدك صح؟ اللي مين عم يساعدك؟ ماما. ماما؟ الله يخليها وشكرا لك شادي، ان شاء الله تكون اجابتك صحيحه يا صديقي. مين لسه غير صدف حليمه وفاطمه؟ وانا بحبك كثير. شكرا لك صديقي. مين لسه من الاصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كثير منيح اصدقائي وكتبوا اتصالاتكم. معنا اتصال جديد ومنقول الو. ألو. روان. أيوة. أهلا وسهلا، خبريني روان عرفت الجواب؟ أيوة. مساعدة ولا بدون مساعدة؟ مساعدة. أوكي شو الجواب؟ سورة ياسين. أكيد صح.
أكيد صح. شكراً لك روان. إن شاء الله أنت كمان يا صديقتي تكوني نجمة الأسبوع ومن بين الرابحين باقي الشلة ورنادو ريتاج لليوم. وإذا في أصدقاء جداد أكيد أنا وريمو عم نستناكم. معنا اتصال. نقول ألو ألو. ألو ألو، مين معي؟ آمنة. آمنة يا أهلا وسهلا، خبريني إذا تعرف الجواب. هي أول شيء بقول لك الموزة، تقول لك إنه ما حلو عليه هذا الرد الحمرة الحمرة. حمرة؟ أوكي خلص، إذا قدرت شي مرة بحط حمرة حمرة. صوت الياسمين. أكيد؟ أكيد. أوكي شكراً لك. مين كمان؟ ألو. سارة؟ إيه. سارة خبريني شو جوابك؟ سورة ياسين. وأكيد صح؟ أكيد. شكراً لك سارة. ما زلت تطلب منك الحلقة الجاية تحطي الرز لون أحمر. أوكي. رح أحاول. أوكي حاضر. مين لسه؟ موزة؟ هي. يا امراج احمر انت، خبريني شو الجواب؟ شكرا لك. مين كمان؟ الو سعيد سيف. هنية. خبريني هنية شو جوابك؟ صورتي ياسين. اكيد اكيد. شكرا لك هنية. مين لسه؟ سيف سعيد عذيب. عذيبة؟ لا. مين؟ أنا سعيد. سعيد خبرني شو جوابك؟ صوت ياسين. شكرا لك سعيد. مين لسه؟ سيف وأحمد وعذيبة باقي. الله. ألو. سيف ولا أحمد؟ أحمد. أحمد خبرني شو جوابك؟ صوت ياسين. أوكي شكرا لك أحمد. مين كمان؟ مين كمان؟ للأسف شكله انقطع الاتصال. أصدقائي عذيبة وسيف، أنا وريمبو عم نستنى مشاركاتكم. مين لسه من الأصدقاء ممكن يشاركونا؟ فكروا كتير منيح أصدقائي وكتفوا اتصالاتكم. ومثل ما خبرتكم قبل، إذا ما كنتوا عارفين الجواب أكيد أكيد بتقدروا تطلبوا المساعدة من الموجودين معكم أو من جوجل. بس حاولوا هيك فكروا تذكروا. معنا اتصال ولا لا؟ فكروا كتير منيح يا أصدقائي. معنا اتصال؟ للأسف بدأ العد التنازلي الخاص بهذا السؤال أصدقائي. 4-3 وانتهى الوقت. سؤالنا كان بيقول ما هي السورة التي يأتي ترتيبها 36؟ أكيد صح سورة ياسين. مبروك أصدقائي. للأسف مشوارنا معكم بينتهي هون. هلأ صار وقت نقلكم باي باي.